الحرب على غزة وعلى لبنان وما يستتبع ذلك من تأثير على أمن العراق استوجب تأشير نقاط فصلها السيد الحكيم في كلمته عصر هذا اليوم. الحرب التي تدور رحاها في المنطقة هل بات لظاها قريبا من العراق وفق قراءات الزعامة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاستضافة، تحية لكم ولمشاهديكم. في الحقيقة السيد الحكيم ركز اليوم على ثلاث نقاط مهمة في خطابه، وكان يعني حماسيا، كان يعني يتوعد في خطابه لأنه هذا الذي سيواجه العراق ليس بالقليل، والعراقيين يجب أن ينتبهوا إلى أن وحدتهم ووحدة مصيرهم هي في عينهم وفي عين الأعداء أيضا. هناك من يتربص بالعراق، ولا بد لأن تكون هذه الوحدة هي وحدة قرار، وحدة رؤية، وقاعدة وأرضية مشتركة للانطلاق نحو حماية الحدود، نحو حماية السيادة والكرامة، وبالتالي أيضا نحو حماية الأشقاء. فلسطين تعاني، واليوم يريد العدو أن يذهب باتجاه حرب شاملة على لبنان. أن التماسك العربي، وهو ما جاء في خطاب السيد الحكيم، من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية، من شأنه أن يدعم وحدة الشعب اللبناني والحفاظ عليه والحفاظ على أمنه وسلامته، وهذه نقاط مهمة جدا. الجامعة العربية يجب أن تكون فاعلة ودورها متفاعل، منظمة التعاون الإسلامي، كل هذه المحاور يجب أن تعمل في بودقة واحدة من أجل أن تكون هناك جبهة حقيقية لمواجهة هذا التحدي الكبير، والعراقيون رأس الحربة في هذا الموضوع. نعم.